تحياتي لكل مشاهدينا مشاهدي عيشها صح. النهاردة هنتكلم عن نوع خطير جدا من الدهون. النهاردة هنقسم الدهون عندنا لدهون حيوانية ودهون نباتية. بالنسبة للدهون الحيوانية احنا بنستخدمها في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا، زي مثلا السمنة البلدي، زي الزبدة البلدي، زي الحاجات دي كلها، دي من الدهون اللي هي الحيوانية. نقدر نقول انها صلبة في درجة حرارة الغرفة، نقدر نقول انها من الدهون المشبعة، ولكن الدهون اللي هي النباتية او الزيوت اللي هي النباتية اللي هي بنستخرجها من النباتات، زي مثلا زيت الصويا، زي زيت الزيتون، زي زيت دوار الشمس، كل هذه الزيوت، الزيت الحار، زيت بذر الكتان، كل هذه الزيوت انا بستخرجها من نباتات. ست البيت لما بتيجي تقلي بالزيوت، هل هي بتجيب ازازة الزيت وتقعد تشوف ايه الزيوت اللي مكتوب عليها؟ هل عمرها شافت ان مكتوب فول الصويا مثلا، زيت فول الصويا؟ هل شافت ان هو زيت ذرة، ولا هو مثلا ميكس ما بين الاثنين او خليط ما بين الاثنين عشان يستخدم يعني يقدر يتحمل درجات حرارة عالية؟ لا، ست البيت بتنزل للسوبر ماركت تشتري الحاجات وما بتاخدش بالها من الحاجات دي كلها. الحاجات اللي عندنا السمن المهدرج، ده خطر جدا استخدامه، ممنوع استخدام السمن المهدرج. السمن المهدرج هو عبارة عن زيوت تم هدرجتها تحت درجة 400، وطبعا زودنا لها ذرة هيدروجين، وطبعا ده من الحاجات الكيميائية الخطيرة، السمن المهدرج. طيب بيعمل لنا ايه؟ بيزيد من درجة الحموضة او البي اتش بتاعت الجسم، انقسام الخلايا، بيمنع انقسام الخلايا، بيعمل تصلب في الجدار بتاع الخلية، وبيغير من شكل الخلية تماما، وبيقودنا الى سرطانات. نستخدم الدهون اللي هي الحيوانية اللي قلنا عليها اللي هي السمنة البلدي او الزيوت اللي هي النباتية، افضلهم الزيوت.